مع فونداسيون مصطفى القسام. اليوم حنا في صفرو مع الاكاديمي ديال الكره ديال سي يوسف المختاري، اللاعب الدولي سابق ديال ليكيب ناسيونال وديال البوندسليغا، بريمير بوندسليغا الالمان. احنا جينا اليوم نصفروا باش نديروا واحد لاكسيون للشباب، ندخلهم شويه في الرياضه، نلعبوا معاهم الرياضه، نترينيو معاهم شويه الكره، وهذا شرف لنا كبير جينا نصفروا الاقليم ديال بلادي. وكنتمنى ان شاء الله ماشي اول مره غادي نديروا هذا الشيء، ان شاء الله غنزيدوا باسكو شفنا بزاف ديال لي تالون، اللي يعني بزاف ديال الشباب ديال الاقليم اللي عندهم الموهبه في الرياضه في الكره، وشفنا بزاف ديال الناس اللي يقدوا الشباب اللي عنده الطموح وبغى يوصل وعنده في جليه. وكنقول ان شاء الله نتمناو المسؤولين يديروا اللعاب القرب الاقليم كامل، ماشي غير صفر صفر. الحمد لله كاين واحد اللعاب فين يقدروا اللعاب الشباب يلعبوا، من الاقليم كامل محتاج اللعاب القرب ومحتاج فين يدير الرياضه. وكنتمناو الناس المسؤولين يتهموا بهذا الشيء، باسكو كاين جمعيات كبار اللي كبار وصغار اللي كيتهموا بالرياضه واللي كيديروا الشباب ديالهم الرياضه، مي خاص اكثر باش نديفلوبيو هذه المدينه وهذا الاقليم باش يقد يعطيه في المستوى العالمي ان شاء الله. السلام عليكم، قسام رودغام يوسف مختاري، قيداني تادي صفرو هاك مصطفى القسم، نكاس نداني تايجن كامب ما مشتق غادي ناضو انا غادي اكادير تعاوني حنجان. ايوا انا وياس ندير كورونا دير وقت كورونا انا وياس عرض شما ما حنا نبدل من شويه الهجوم. ايوا خاش نتعاوني حنجان في سبيل الله نفاحي لقى نغداني تا قدش نغرق بليمر كلشي بالله وهذا من غادا حد داني تابع ذاته يا ذات يراد من نفس الصباح. ايوا الحصول نمشي نوز دنيتا ما حدا نعاوني حنجان يحنجان مرقة فاحن تيران تشمت تقن سبورت هي من زي من زيد نوس مصطفى القسم نوز دنيتا نق منايا من انتك واخر خو اخر خو حنجان دنيتا دي مغرب كامل ما دي ناضون غادي اكادير نمشي مرة نمشي مرة دي جنتا موات النخ يخصنا نعاون يخصنا نعاون شي نيودان ويحنجان يخص هذا بعد نزي زي زكبريد ما عندها غاصني دي الخو كوريج اللعاب غاصا رود النص غا شم النص هذه راه غبار هذه راه تشم احسن زين ما راه يقيم لي الزنق يتقيبون توني غي تا حيت شاني غي تكشي حاجه سبورت الصباح سبورت تشم ربدة الصباح ديال المغرب ديال العالم الصباح تشم ما نزيد نوس هذا نيتا انا عاوني حنجان في سبيل الله الحمد لله ونشكى هذا نيتا يود عندي صفروين غوشينا مشينا ما عند نيرا هذا نيتا دير وقت كورونا. شكرا بزاف. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وفاء شاكير، انا اليوم كنحضر معكم ماشي كمسؤوله تربويه ولكن كفاعله جمعويه، كنحضروا في هذه الصبيحه الرياضيه اللي كتتم بتنسيق مع مؤسسه يوسف المختاري وايضا مؤسسه مصطفى الخصم وبشراكه مع نادي اطلس صفرو وايضا ليونس كلوب فاس سوريز. هذه الصبحيه الرياضيه اللي نسق يعني العمل ديالها جمعيه جبر للتنميه واللي كنشكروا الرئيس ديالها وجميع رؤساء الجمعيات المنخرطه معنا في هذه الصبحيه اللي غيستافدوا منها التلاميذ باقمصه رياضيه ولكن ايضا بتاطير من هذه الاعلام الرياضيه اللي جات من الوطن ومن خارج الوطن باش ياطروهم هذا اليوم ويعيشوا واحد اليوم رياضي بامتياز. مصطفى التودي رئيس جمعيه شبل للتنميه القرويه والبيئيه والكاتب العام لليونس كلوب سوريز، هي فرصه للملاقات شباب يافعين من 10 سنوات ل 14 سنه مع خبرات وطنيه في مجال ديال كره القدم امثال يوسف المختاري وكذلك في الكيك بوكسين السي مصطفى الخصم وكذلك اللاعب الدولي السابق السي حسن فاضل. هي فرصه لتقاسم التجارب والخبرات وكذلك الاحتكاك والفتح على التجارب القديمه ووصل القديم بالجديد، وبالتالي فنعتبر بان الرياضه هي مدرسه للتربيه، تربيه الناس على القيم وعلى المبادئ وعلى الاخلاق وعلى الالتزام، وهي فرصه لتنفيع تحت المدارس الكرويه داخل الاقليم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سي محمد بن حيون فنان صفريوي ورئيس جمعيه اجواق مدينه صفرو للفن والاعمال الاجتماعيه.
انا هنا بدوري كنوه الطريقه تبارك الله وما شاء الله اللي كتخدم بها هذه المؤسسات، مؤسسه يوسف المختاري ومؤسسه مصطفى الخصم بشراكه مع نادي اطلس صفرو، كنوه بهذا العمل الطيب وكنوه بهذا النوع ديال الاعمال اللي كتدخل الفرحه وكتدخل الفرحه على هذه البراعم. صراحة احنا كمجتمع المدني فرحانين وكنزيدو نأكدو على طريقة باش كيشتغلوا هاد الناس محترفين الله يكثر من امثالهم. عندي نداء كما قلت للاخوان، عندي نداء لابناء هاد الارض السعيده الغيورين على الرياضات وعلى الفن وعلى الثقافه ديالها. مدينه صفرو ما يعزها وما يهزها الا ولد بلادها.